السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله طيبين ومن ربنا قريبين. صلي على الحبيب قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. اللاند تحدي اللاند روفر. شوف هنا حجم قوي اللاند روفر ولا الرنج روفر؟ إيه اللي يكون قوي؟ هذا هذا متأكد؟ انا طبعا لا تنسوا الصفحة النبي في التعليقات والاشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان نوصل 1000 مشترك في اقرب وقت. المقدمة ضخ ضخ ايش مكتوب بالكتابة دلوقتي؟ افراد يعني زي ما تقول الطرق الوعره، يعني السياره هذه مخصصه للطرق الوعره. مش طول عارف تخمس، امشي طبالي لا تخمس، عارف يخمس. وطلعه قدام جبل ضيق ويكرش ويطلع، بس لازم يطلع الدبل والدفلوك وال كل شيء. دبل خفيف لا دفلوك، هذا اللي فوق هذا دفلوك. راح اقوى لي لا ها هو الحين ها نرجع يمين، نرجع يمين احسن صح؟ يمين المفروض ان احنا نلف شمال، لكن خلينا نلف يمين. هنا طلعت اللي حطيتها كلها هنا، كل هذه صعبة. لازم يطلع الصخرة هذه، لازم يطلع الصخرة هذه. منين نجي؟ منين نطلع؟ ها؟ من هنا لا 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 لازم نحط عشق الدبلوك، لازم الدبل الثقيل. ويطلع بالراحة. يا سلام. ديزل هذا. لاند روفر ديزل. من هنا من هنا لا وين نجي 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 روح أكيد في طريق، لازم في طريق. ارجع اجمع من هنا قوة. ترجع كلب ترى احنا بالصحراء ايش تيخ النسر. شوف الحين انا بوريك في طلعة كيف تطلع. كيف لا وين مرجع؟ ومن ما قرأ لا هذيك لا فوق عارف فوق طالع لك فوق غير لا تقول واحد لا لازم تقول الآن نحن نطلع
تركض روش. كيف يا عمود؟ حاجة حلوة؟ حلوة. الباقي بعد هذه نزلة ونزلة مرة نزلة.